صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم جوزيف ظهري محلل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. بجلسة اليوم وبطبعا جلسة جديدة صباحية بنقوم بتغطية مباشرة على معظم الأزواج والعمليات الرئيسية الموجودة عندنا على منصة التداول. طبعا في البداية بتحذركم من المخاطر اللي ممكن تواجهوها في سوق الفوركس، أو خلينا نقول الريسك ديسكليمر اللي هو طبعا ممكن إذا بدكم الخسائر تتجاوز رأس مالكم أو الإيداعات اللي أودعتوها في شركة مالية. أما بالنسبة للأجندة الاقتصادية اللي بنقوم فيها أو بنحللها بشكل يومي، طبعا مثل ما بتعرفوا إنه على طول نحن التحاليل التقنية بتكون هي اللي على التحاليل الأساسية، ولكن بجلسات القادمة كنت حابب مر أكثر شوي على التحاليل الأساسية ونتكلم بعض الأمور اللي هي بتتخصص إذا بدكم بالاقتصاد العالمي، لنشوف إذا ممكن نكفي على المدى الوسط للطويل هل استثمار اللي هو استثمار الفوركس ولكن بجدية أكثر، أو ممكن نكون عم ناخده بشق آخر اللي هو الشق الاقتصادي أو التحليل الأساسي خلينا نقول. فبالنسبة لي الأمور أو الأجندة الاقتصادية مهمة جدا فقط لمعرفة أخبار ولمعرفة التقلبات أو الفولاتيليتي اللي ممكن نشهدها على سوق الفوركس إذا في حال كان عندنا مراكز بتتضمن هذه البيانات اللي ممكن تصدر عنا. ولكن بشكل أو آخر نحن بنفضل إنه نقوم بتحليل تقني، لأنه نحن كمضاربين بنفضل ناخذ نقاط دخول وخروج تكون دقيقة شوي، ونكون عم ناخذ على رسوم بيانية وقف خسارة يكون خلينا نقول قريب من نقطة دخولنا ونقدر نحدد هدف لنا. طبعا الشموع اليابانية هي السايكولوجيكال بيهيفير تبع الإنسان اللي هو بفكر بإيجابية وسلبية إذا بدكم بشكل يومي، الأوبتيمستيك والبسيمستيك اللي بعيشها بشكل يومي. فبهذه الحالة الشموع اليابانية هي اللي بتظهر أو هي اللي بتكون الواجهة وبتعبر عن إذا بدكم الإيجابية والسلبية اللي بحس فيها الإنسان أو السايكولوجيكال بيهيفير بشكل أو آخر، وهذا الشيء بيأثر طبعا على الأسعار الموجودة عندي على منصة التداول. فبالنسبة لي طبعا أو باستعمال التحاليل التقنية كنت بفضل أمر على الأجندة، خلينا نقول على الأجندة الاقتصادية لنشوف بعض التقلبات اللي ممكن نشهدها اليوم، ولكن التقلبات كانت فقط على الجي بي يو اس دي اللي هي الأفرج ايرنينج اندكس بلس البونس لشهر جولاي. فبهذه الحاله ممكن نشهد بعض التقلبات فقط على الجي بي يو اس دي وعلى جيرمان زيوي اللي هي طبعا بتاثر على جيرماني او على المانيا بشكل مباشر. فبهذه الحاله ممكن نشهد بعض التقلبات الموجوده عندي على جيرمان داكس او على المؤشر الالماني. اما بالنسبه لليورو دولار في البدايه خلينا نقوم بتحليله لنشوف الارتفاع اللي عم نشهده اليوم على زوج اليورو دولار. كنت قلت لكم يعني بجلسة أمس تثبيت مستويات ال 115 20 كانت مهمة جدا. تثبيت مستوى ال 115 20 بتدل على أنه ممكن يكون عندي خلينا نقول بعض الأمور الإيجابية لزوج إذا بدكم اليورو دولار أو اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ولكن خلينا نقول من ورا مستويات ال 115 20 اللي هي أعطتني إشارة أنه ممكن يكون عندي تثبيت إذا بدكم لهذه المنطقة اللي هي أصلا كانت تشتغل كنقاط دعم او كنقطه دعم وراح تكفي طبعا بالمستقبل. اما بالنسبه لي يعني الانفرس اند شولدرز او النمط الراس والكتفين، طبعا من الواضح انه هو بيتضمن كتف يمين اقل او اوطى من كتف اليسار، ولكن بهذه الحاله اذا ممكن يكون عندي خلينا نقول بعض التحاليل التقنيه وبعض الامور اللي ممكن تعطيني اشارات ايجابيه على انه ممكن يكون عندي نقاط دعم بهذه المنطقه لا استهداف مستويات اعلى ولبدايه موجه جديده اندفاعيه، اتوقع انه تو بريك ذا نك لاين اذا بدكم او كسر مستويات مقاومه مهمه جدا اللي هي قرب مستويات ال 116 90 او 117 اختراقها بتعطيني اشاره تاكيد على انه ممكن كفي اتجاه الصاعد على المدى القصير. فهذا الانفرس اند شولدرز او النمط الراس والكتفين طبعا هي كانت تتضمن مستويات اوطى اذا بدكم مستويات ال 114 60 كحد اقصى قبل ما نفكر اذا بدكم بشراء زوج اليورو دولار، ولكن نحن بالنسبه لنا طبعا نتوقع انه هذه المستويات لانه كانت مهمه جدا هلا مع اختراق اخر قمه سجلت عندي على زوج اليورو دولار اللي هي مستويات ال 116 80 بكون عم بتوقع انا اشاره ايجابيه لزوج اليورو دولار وتكمله اتجاه الصاعد. مثل ما بتعرفوا نحن داخلين بمراكز شراء الاسترالي دولار، دخلنا بباي 1 لوت اي دي يو اس دي على 0.71 23. نحن هلا طبعا في ربح بسيط جدا اللي هو 30 دولار، ولكن نحن اللي عم نجرب لكم اياه انه نحن بامور ايجابيه على العملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي او الدولار الامريكي مقابل سلم من العملات الرئيسيه. طبعا رح نشهد بعض الارتفاع، عم بشهد للاسف ارتفاع اليورو دولار اسرع من الاسترالي دولار.
يعني هذا الارتفاع طبعا منه مربوط او منه الترابط فقط اذا بدكم بالعمليات الرئيسيه، لانه عاده العمليات الرئيسيه بتكون شوي خلينا نقول ايجابيه اكثر للاسترالي دولار، بما انه هو من العملات الرئيسيه اللي بيقدم هاي يلد كارنسي اللي هي الاي يو دي يو اس دي والانزد دي يو اس دي. فبهذه الحاله الاسترالي والنيوزيلندي دولار هو الهاي يلد كارنسيز بيقدموا انترست ريتس بالبنك ديبوزيتس اذا بدكم اكثر من غيرهم. فبهذه الحاله نتوقع ارتفاع كنا الاسترالي والنيوزيلندي اكثر او اسرع من اليورو والاسترليني، ولكن هذا الارتفاع ما له متخصص بالعملات، ولكن هذا الارتفاع فقط اذا بدكم له علاقه بتراجع الدولار الامريكي. ومش هيك عم تشهدوا اليورو دولار اذا بدكم بموجه على رسم بين الساعه او الون اور تشارت عم تشهدوا موجه اندفاعيه ضخمه جدا اللي حصلنا عليها من مستوى ال 115 لمستوى ال 116.40، يعني عم نتكلم على ارتفاع 120 بيبس اقله. فبهيدي الحاله على الاي دي اس دي او على الاسترالي دولار كنا فقط سجلنا قطعان جديده اذا بدكم لمستويات ال 0.70 90 ورجعنا ارتفعنا بهذه الموجه. طبعا نحن مدخلين وقف خسار اذا بدكم قرب مستويات ال 0.70 30، لان كنا تكلمنا عن الباتر فلاي باترن اللي تكلمنا عليها بجلسه امس. الباتر فلاي باترن بتعطيكم اذا بدكم اشاره اكس اي بي سي دي، وكنا تكلمنا عليها بشكل او اخر. فبهيدي الحاله طبعا ممكن نكون عم نحصل اذا بدكم على الباتر فلاي باترن بالفوركس اللي هي تعطيني اشاره ايجابيه على انه الاكس اي بي سي ممكن ناخذ منها اذا بدكم سيناريو واضح اللي هي بنستهدف فيبوناتشي واستعمال فيبوناتشي لنحدد هدف دي. نقطه دي هي نقطه شرائي، نقطه دي هي بنعمل لها اكستنشن لفيبوناتشي من ويف بي لويف سي لاستهداف مستوى ال 161 او ال 261%. وطبعا مثل ما بتلاحظوا هذه الباترن من نقطه اكس لاي لبي لسي لدي هي نفسه السيناريو اللي كنت تكلمت عليه على زوج الاسترالي دولار. فبهذه الحاله ممكن نكون استهدفناها بشكل واضح انه نحن سجلنا هون اكس اي بي سي ومنخفضين بويف دي، وبهذه الحاله بتكون هذه الباترن اذا بدكم قد انتهت اكس اي بي سي ان دي، وباستعمال فيبوناتشي من هذه المستويات من بي لسي ممكن نستهدف تقريبا مستويات ال 61 او ال 261%. 1.61.8 فيبوناتشي 1.618 فيبوناتشي برسنتج ليفل هي بتعطيني اشاره شراء على انه هذه المستويات هي اصبحت مستويات شراء لنبتدي موجه صعود وموجه اندفاعيه جديده. فبهذه الحاله هذه المستويات هي كانت المنتظره على زوج الاسترالي دولار، مش من هيك نحن فضلنا او حبذنا ان ندخل بمراكز شراء على الاسترالي دولار غالبا افضل من انه الدخول على اليورو دولار. طبعا انا بفضل كتحاليل تقنيه انه اكون عم بشهد او عم بحصل على اشاره ايجابيه على رسم بيانه معين قبل ما اختار عمله معينه، فمش هيك انا اخترت الاسترالي دولار. اما بالنسبه لاسعار الذهب وقلت لكم انه الامور الايجابيه اللي مسيطره على اسعار الذهب بعدنا نحن ب 3 كوركتيف ويفز اللي هي ممكن تكفي اتجاه الصاعد على المدى القصير او بالجلسات القادمه للاسترالي دولار للاسعار الذهب. الاي يو دي اس دي هي تسمى بالكوموديتي كارنسي، الاوزي هو الكوموديتي كارنسي، يعني اذا في حال توقعنا ارتفاع الاسترالي دولار يعني عم يتوقع ارتفاع لاسعار الذهب، وبهذه الحاله ممكن تكفي اتجاه الصاعد على المدى القريب. وطبعا الامور اللي تكلمنا عليها بجلسه امس هي انه عندي سيطره اذا بدكم لفريق الثيران على اسعار الذهب، لانه ما عندي تراجع لاسعار الذهب بشكل سريع. على الان اف بي على النون فارم بيرول كنا توقعنا قوه الدولار الامريكي نشهد فري فول لاسعار الذهب، وبالعكس كنا شهدنا اذا بدكم قاع معين متى اختراقه لمستويات 1187 1188. فبهيدي الحاله اختراق او خلينا نقول مستويات النمط الميل على انخفاض او النفق الميل على انخفاض اعطيني بعض التثبيتات اللي ممكن اذا بدكم تكون خلينا نقول بعض الشيء يعني ايجابيه لاسعار الذهب. وبهيدي الحاله ما قدرنا نخترق مستويات معينه، فنتوقع اشاره انعكاسيه وموجه جديده لزياره مستويات اول هدف اذا بدكم 1214، اذا في حال تم اختراقه نتوقع مستويات اعلى 1214. هذا فيرست تارجت ممكن يكون عندنا، وايضا سكند تارجت ممكن اذا بدكم نستهدف 1235 1235 لاسعار الذهب. هذه المستويات المنتظره لاسعار الذهب، اذا في حال ما قدرنا نخترق هذه المستويات نتوقع انه ممكن يكفي اتجاه الهابط على المدى الطويل. فبهذه الحاله اغلاق فوق مستوى ال 1235 ممكن تعطيني اشاره اذا بدكم ايجابيه بعض الشيء على رسم بيانه اليومي لنكفي اتجاه الصاعد. اغلاق او كلوزنج ابوف 1235 will give us a positive signal او اشاره ايجابيه لتكمله اتجاه الصاعد لزياره مستويات جديده وموجه اندفاعيه جديده. ممكن يكون السيناريو على المدى الاسبوعي او على المدى الطويل اسعار الذهب داخلين بموجه اندفاعيه، ممكن تكون هذه الموجه الاندفاعيه
فقط لا انتهاء، اذا بدكم مثلث معين، يكون انتهينا ويف اي بشكل 5 موجات انتهيناها بيج ويف اي قرب هذه المستويات، ورجعنا دخلنا اذا بدكم بشكل مثلث على هذا الشكل اللي هو عم بيعطيني اذا بدكم سمول اي بي سي دي اي قبل ما نكفي اتجاه الصاعد لا على على المستويات القريبه او اذا بدكم بالسيناريوهات القريبه والجلسات القادمه. In the coming sessions ممكن يكون عندي هون اذا بدكم اوكي اي بي سي اتس تراينجل دي و اي، ونبتدي اذا بدكم هون نكون انهينا بيج ويف بي لا بدايه بيج ويف سي على المدى الطويل، وزياره اذا بدكم اهداف جديده مستويات ال $1,500 على اسعار الذهب، وبنكون من وراء انخفاض ضخم على رسم بيانه الاسبوعي اذا بدكم، على رسم بيانه الشهري انخفاض ضخم من مستويات ال 1900 لمستويات ال 1030، نكون انهينا اذا بدكم موجه تصحيحيه خلينا نقول او دبليو اكس واي، ممكن نكون انهيناها اذا بدكم دبليو اكس وواي يكون فيها 5 موجات انخفاض اللي هي 1 2 3 4 5، وبانتهاء اذا بدكم موجه رقم 4 هون والموجه الخامسه نكون انهينا اخر قاع قرب هذه المستويات مستوى 1030، هيدا اول موجه تصحيحيه، ثاني موجه تصحيحيه دخلنا في المرحله الافقيه، وثالث موجه تصحيحيه بنكون عملنا 3 ويف اذا بدكم 3 ويفز بول باك او 3 كوركتيف ويفز لزياره مستويات 1525 على اسعار الذهب. هيدا بالنسبه للاكس يو جولد اذا بدكم، اما بالنسبه للمؤشرات الامريكيه او للاس بي 500 نتوقع تكملت اتجاه الصاعد اوكي، وطبعا تكملت او زياره مستويات اعلى. استاذ هيثم اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بالجميع. استاذ هيثم الدولار كاد ماشي حسب الخطه بالضبط كنت امبارح او بجلسه اليوم ايضا عم بتكلم عليه، هذا التراجع اللي تكلمنا عليه لزياره مستويات اذا بدكم اوطى لزياره مستويات انتهاء 5 موجات ارتفاع على اليو اس دي كاد، فبهيدي الحاله ممكن نكون عم نبتدي هون موجه 1 2 3 دخلنا 3 4 وانتهينا ويف 5، هلا ابتدينا اذا بدكم اول موجه تصحيحيه او اذا بدكم دبليو اكس وزياره مستويات اوطى اللي هي واي، فتكملت اتجاه الهابط لزوج الدولار كاد لزياره مستويات ال 130 50، ومن ثم رح نرجع نفكر بموجه شراء جديده لزياره مستوى ال 134 135 على زوج الدولار كاد. فبهيدي الحاله النيجاتيف كورليشن بين الدولار كاد اند اويل ويل تيك اويل اذا بتكون هاير ان ذا كومينج سيشنز، فبهيدي الحاله تراجع الدولار كاد لمستويات ال 130 70 بتعطيني اشاره ايجابيه لاسعار النفط لتكمل اتجاه الصاعد وزياره موجه جديده لمستوى 29 20 ف 69 20، فبهيدي الحاله بنرجع بنعزز مراكز البيع وبنستهدف مستويات ال 66 وحتى ال 61 61 ان ذا كومينج سيشنز. فبهذه الحاله نيجاتيف كورليشن بين دولار كاد اند اويل ويل بوش اويل هاير لمستويات ال 69 20 اند دولار كاد لور لنستهدف مستوى ال 130 60 او 130 60 ان ذا كومينج سيشنز، لنرجع نفكر بمراكز شراء عن جديد. انما على الديلي اور ويكلي تشارت على الدولار كاد نتوقع او عم ننتظر 7 سوينج هايز اللي هو بتعطيني اذا بدكم اشاره ايجابيه على اسعار الدولار كاد اللي بتعطيني بيج ويف اي اذا بدكم قرب هذه المستويات، بيج ويف بي اوكي وبيج ويف سي اذا بدكم ممكن تكون فيها 5 ويفز اوكي اللي هي 1 2 3 4 5، فاستهداف مستويات ال 134 على اسعار الدولار كاد ممكن اعزز مراكز البيع ونبتدي موجه اندفاعيه جديده، ممكن يكون انهينا الكوركتيف سايكل على الدولار كاد وبدايه موجه جديده اللي هي امبالسيف ويف اجين لزياره مستوى ال 115 1.15 20 is our target medium to long term او على المدى الوسط للطويل. بما انه طبعا نحن على رسم بيانه الاسبوعي نتوقع بزياره او باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن اوكي، ممكن نستعمل بيج اي بي سي او 3 كوركتيف ويفز، ممكن ناخذ التارجت تبعنا اللي هي قرب هذه المستويات اي بي وويف سي لزياره مستوى 100% فيبوناتشي اكسبانشن 115 60 115 60 هو الارقام المنتظره للدولار كاد على المدى الوسط للطويل. هيدا بالنسبه لي على الرسم بينا الاسبوعي، فطبعا ممكن على اسعار النفط نرجع نواجه اذا بدكم او نرجع نشهد على موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد من وراء زياره مستويات ال 61 او ال 62 على اسعار النفط. هيدا بالنسبه لي، وبالنسبه للدولار كاد طبعا استاذ هيثم اذا حابين نقوم بتحليل موجه جديده او امور جديده، انزل دي جي بي واي، انزل دي جي بي واي نيوزيلندا مقابل الين الياباني ممكن يعطيني اذا بدكم اشاره واضحه على انه نقوى بالنيوزيلندا امام الين الياباني، بما انه الين الياباني الدولار الامريكي عم بيقوى عليه وعم نشهد اذا بدك ارتفاع للدولار مقابل الين الياباني. فبهذه الحاله انزل دي جي بي واي ممكن يكون عندي تحليل على رسم بيني له
اول شيء نبتدي بالرسم بيانه الشهري، كمان نحدد او اي موجه نحن داخلين فيها على رسم بيانه الشهري، ومن ثم نقوم بتحليل اذا بتكون رسم بيانه اخر. الاستعمال في بوناتشي من اخر قاع لاخر قمه ممكن نستهدف مستويات 76.4 اللي هي عم بتثبت اذا بدكم قاع مهم جدا، ومستويات مهمه جدا خلينا نقول لهذا الزوج اللي هو بيعطيني اشاره او دعم لنقدر ممكن نرجع نبتدي موجه ارتفاع فيها. اذا في حال تم اختراق هذه المستويات عم نرجع نفكر بكعان اوطى او بكعان جديده، اما تثبيت هذه المستويات ممكن تعطيني اشاره اخرى. اذا مدخل على رسم بين الاسبوعي مثل ما عم تشوفوا تم تثبيت مستويات مهمه جدا، وهذا الانخفاض من الواضح انه انخفاض تصحيحي، يعني نحن هون ممكن نعتبر اذا بدكم ويف ليتس سي دبليو ويف اكس ارتفاع كونكتر، اتس كونكتر، هون عم نعتبر 1 2 3 4 5 انهيناها قرب هذه المستويات. فزياره هذه المستويات وبدايه موجه اندفاعيه جديده لزياره مستويات اعلى او زياره مستويات ال 87 على المدى الطويل ممكن تكون وارده جدا، ولكن هل يا ترى نحن ممكن نستهدف اذا بدكم من هذا القاع موجه اندفاعيه جديده، او ممكن خلينا نقول نعمل بعد قاع جديد او لو جديد؟ فبهذه الحاله لازم ندخل على راس بينا اليوم او الاربع ساعات كمضاربين او كسبيكيوليترز لنقدر نحدد موجه اندفاعيه جديده، وبهذه الحاله ممكن يكون تم تثبيت قاع مهم جدا مع وقف خساره تحت اخر قاع اللي هو 7225 ونبتدي موجه اندفاعيه جديده. فبهذه الحاله طالما نحن محافظين على مستويات 72 25 اتوقع ارتفاع النيوزيلندي امام اليوم الياباني بالجلسات القادمه، ومثل ما عم نلاحظ نحن داخلين بمركز شراء الاي دي يو اس دي، ونحن هلا ب 17 دولار بروفيت اللي اتوقع ارتفاع العملات الرئيسيه، ارتفاع اذا بدكم النيوزيلندي مع الاسترالي بما انه هاي يلد كرنسيز او العملات الاي دي يو اس دي او الاوزي دولار والكيوي اللي هو نيوزيلندي دولار هم العملات الرئيسيه اللي بقدموا انترست ريتس اعلى من غيرهم بالبنك ديبوزيت او الودائع اللي بنودعهم بالبنوك المركزيه. فبهذه الحاله الطلب او الديماند على الاوزي دولار والنيوزيلندي دولار رح يكون اكثر بالجلسات القادمه او ان ذا كومينج سيشنز. فبهذه الحاله نتوقع ارتفاع النيوزيلندي امام الين الياباني. اما بالنسبه للمؤشرات الامريكيه او الاس بي 500 وداو جونز، نحن بس بكوركتيف ويف، نحن بعد ما حصلنا على الكراش سايكل او اشاره انعكاسيه ضخمه جدا، بعدنا باتجاه صاعد على العملات والمؤشرات الامريكيه. فبهذه الحاله ممكن تكون اذا بدكم انتهينا بكونكتر هون وعم نبتدي موجه اندفاعيه جديده. على رسم بين الاربع ساعات ممكن يكون عم نحدد اهداف جديده وزياره هون وانتهاء اذا بدكم موجات تصحيحيه خلينا نقول لزياره او بدايه موجه اندفاعيه جديده. هذه المستويات والكعان اللي استهدفناها على زوج الاس بي 500 ممكن يكون انهينا سمول اي بي سي دبليو اكس وواي، انهيناها قرب هذه المستويات ونحن في صدد موجه اندفاعيه جديده لزياره الاهداف على اللونج تيرم تارجتس. لونج تيرم تارجتس اللي هي عندي اياها اذا بدكم قرب مستويات 3000 و 3120، 3090 3090 هو اول هدف، تي 1 تارجت 1، عندي تارجت 2 اللي هو 3120 3120. من هذه المستويات او من هذه الارقام رح نتوقع اشاره انعكاسيه ونبتدي بموجه اندفاعيه جديده باتجاه الهابط والكراش سايكل ممكن يبتدي. اليوت ويفز تعطيني 3 5 8 11 years من الكراش سايكلز، اخر كراش سايكل هي صار بسنه 2000 اللي هي دوت كوم كراش، بال 2008 سبلاي مورجج كراش، عندي اذا بنضيف عليها 8 سنين من بسنه 2016 فما ابتدينا بالموجه الاندفاعيه او بالكراش سايكل، فممكن نضيف 11 سنه على 2008 يعني 2019، يعني بين شهر فبراير فبروري 2019 اند اكتوبر 2019 وي اكسبكت كراش سايكل تو بيجن على الاس بي 500 وموجه اندفاعيه جديد باتجاه الهابط من وراء زياره مستويات 3000 و120. هيدا بالنسبه للاس بي 500 اوكي. اما بالنسبه للامور الاخرى طبعا رح نقوم بتحليلها. اهلا وسهلا فيكم جميعا، انا بتشكر جميع الموجودين. هلو الانا، هلو سامر، استاذ هيثم، طبعا ان شاء الله تكون استفدت من هذه المحاضره، واستاذ نضال. بالنسبه لي طبعا هذه الجلسات الصباحيه نحن متميز فيها في شركه تكمل كرمال لنكون عم نقدم ابرز التحاليل لل طبعا المحللين والمتابعين طبعا على صفحه تكمل العربيه. اما بالنسبه للامور الاخرى ما تنسوا الجلسه تحدد اذا بدكم موعدها،
على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك حدد موعد الجلسه اللي هي اليوت ويف ويبينار، حيكون موجود عندي، رح يكون طبعا مفصل بتحليل موجات اليوت. فبهذه الحاله نتوقع اذا بدكم خلينا نقول يعني نكون لازم نكون باكبر عدد ممكن، فاعملوا تاج لاصحابكم وللاشخاص اللي بيتداولوا بسوق الفوركس بشكل او اخر، كرمال تكون بهذه الجلسه طبعا ضخمه جدا، ونكون عم نشرح موجات اليوت بتفاصيلها وبحذافيرها لنقدر نستفيد منها. ومثل ما بتعرفوا انه انا بشكل يومي بقوم تحليل موجات اليوت، فبهذه الحاله طبعا لازم يكون عندنا بعض الخبره اللي نحن لازم خلينا نقول تكون عندنا بموجات اليوت، كرمال نكون على نفس المستوى عم نتداول بشكل يومي ونقدر نفهم على بعض لما اتكلم عن الموجات اذا بدكم بشكل او اخر. فبهذه الحاله ندوتنا الالكترونيه رح تكون اذا بدكم طبعا المجانيه رح تكون اليوت ويف ثيري، واذا بدكم استراتيجيه اليوت ويف او موجات اليوت رح تكون بسبتمبر 20 سبتمبر 25. وبهذه الحالة رح نكون عم نقدر ندخل نحن ب خلينا نقول موجة يعني موجات اليوت بتفاصيلها، ونقدر نتعلم تفاصيل استعمال موجات اليوت واستراتيجية موجات اليوت اللي هي طبعا بتعرف انه هي الافضل والاكثر شيء متقدمة او ادفانس اذا بدكم بتحليل التقنية او باستراتيجيات تحليل التقنية. انا بالنسبة لي كانت انتهت هذه الجلسة، ما تنسوا تزوروا البلوك تبع تكمل او مدونة تكمل موجودة عندي على طبعا من الموقع من تكمل دوت كوم، ممكن تضغطوا على المدونة وتروحوا على البلوج اللي فيها طبعا ابرز التحاليل وابرز الريبورتس اللي بندخلها او بنعملها ابلود بشكل يومي. انا بتمنى طبعا تعملوا لي لايك وشير على هذا الفيديو التعليمي، وانا بتشكر متابعتكم لإلي. بشوفكم بجلسه بعد الظهر بجلسه تعليميه، كان معكم محل تكنولوجيا ظهريه من شركه تكمل. الى اللقاء.